طب قولي كده، يعني انت ما شاء الله عليك، ما شاء الله، يعني ما تغيرتش، الحمد لله. لسه الـ يعني الشقاوة دي لسه فيك، ازاي حافظت عليها؟ لا ما فيش شقاوة، هو شكلي ما غيرتش، شكل شقاوة لا. لا لسه زي ما دخلت، من اول ما دخلت الاستوديو وانت مبهج وبتضحك والله اكبر عليك، يعني الله يخليكي. حافظت حتى ازاي على ما غيرش شكلي، ما اتغيرش الحمد لله. والله هقول لك، هو رضا من عند ربنا، مش هقول لك اكتر من كده يعني. والغده النخاميه اللي اصلا كانت عندي، قصه قمر غده نخاميه، هم اللي خلوني قعدت في التمثيل 10 سنين امثل دور طفل 10 سنين. فخلاني شكلي كده يعني الحمد لله. طيب.